الحق ده. طبعا. طيب الموضوع التاني اللي معانا النهارده له علاقه ببالندور، لانه المسائل الموسم ده زي ما حضراتكم عارفين انها مختلفه، مالهاش علاقه بكاس العالم، ليها علاقه بالصعيد الفردي، وربنا يكرم نعمل تحقيق موسع على موضوع بالندور ده قريب. لكن بشكل عام استفتاء فرانس فوتبول هو الاستفتاء اللي لحد النهارده فيه حظوظ موجوده بعض الشيء لمحمد صلاح. كاري براون كانت معانا اللي هي رئيسه رابطه النقاد الرياضيين، واتكلمت على انه صلاح محتاج لقوة وإسهام وتسجيل أهداف كتير في النهائي علشان هنا الحظوظ تختلف. المسائل ليها علاقة بآراء بني أدمين، فمحتاجين من جانبنا دعما لمحمد صلاح في القصة دي نبدأ نعرف مين البني أدمين، تأثيرهم إيه، أصواتهم سابقا كانت بتروح لمين، نفهم شوية مين هم صحفي فرانس فوتبول اللي ليهم حق التصويت في بالون دور. اتفضل يا فندم. هو طبعا نظام التصويت في بالون دور كل الناس عارفاه، كان الاول بيختاروا تقريبا 170 صحفي موزعين على كل دول العالم، هو اللي بيكون ليهم حق التصويت، كل واحد بيختار افضل خمسه من وجهه نظره. الخمسه بيختاروا منين؟ من ال 30 اللي حددتهم اداره المجله، المجله بتعمل لجنه فنيه بتحدد 30 اسم، انت كويس. كصحفي ليك حق التصويت، بتختار خمسه معروفين. الصحفيين طبعا معروفين بالاسم، ال 30 معروفين، ال 30 لاعب معروفين اللي حددتهم المجله طبعا، وال 170 صحفي بيتم اعلان اساميهم وبيكونوا معروفين مسبقا. مثلا في جائزة، كم حد منهم فرنسي؟ بص هم كلهم طبعا ده اول حاجه، اول فضيحه، او مش يعني الليكيب هي المؤسسه صح التي تمتلك فرانس فوتبول. صحيح. فالليكيب من حوالي شهر خرجت لنا تقرير بتقول لك ايه، ان بنزيما هو المرشح الاول والاهم، ودول منافسينه، ودول منافسين في الوقت اللي مثلا امبابي بيواجه موسم مش احسن حاجه، راجل كسبان دوري بس وخرج من دوري الابطال مش مؤثر بشكل كبير، ساديو ماني حتى قبل الاستفاقه الاخيره اللي في اخر شهر دي، ليفاندوفسكي شخصيا، وليفاندوفسكي بعيد السنه دي، بعيد حتى عن وكيفن دي بروين نفس الشيء برضه، بعيد عن انه يكون اسم قادر مثلا انه يفوز بلقب احسن لاعب في انجلترا، هتكون صعب عليه ما بالك احسن لاعب في العالم. فين محمد صلاح من ده؟ واضح ان في عملية إقصاء برضو، الله أعلم مقصودة ولا برضو اتفاق كده ذهني بين الناس، لأن محمد صلاح عنده مشكلتين دلوقتي. أول مشكلة أن كريم بنزيما عامل موسم كويس، وده منور طبعًا بزيادة، طبعا منور بزيادة ويستحق أن يكون مرشح مهم للبالون دور. المشكلة أنه فرنسي، وفرنسا من ايام زين الدين زيدان ما احتفلتش بلاعب يفوز بالبالون دور، وفكره ان لاعب فرنسي يفوز بالبالون دور ده اقوى ماركتنج للجائزه نفسها اللي معظم رعاتها فرنسيين طبعا، شركات عطور والبريد الفرنسي وغيره وغيره. فلما يكون بتدي الفلوس الفلوس دي واللاعب فرنسي هو اللي بيطلع على المنصه بيستلم الجائزه، تفرق كتير، ومن زمان كمان بعاد يعني طبعا، ده غير طبعا القوه بقى، شكل مبابي كمان ممكن من السنين الجايه يكون موجود، فهتلاقيها فرنسا دخلت كل حاجه يعني. على طول حلوة. على التوب. فماشي انا متقبل ان كريم بنزيما يكون موجود، لكن لما تستبعد المرشح الابرز وتهيئ الراي العام بالشكل ده ان صلاح بعيد عن الترشيحات، فمنطقي اي حد هيجي يصوت هيكون بعيد عن ده كمان. الصحفيين اللي هتصوت طبعا في قرارات جديده خاصه بنظام جائزه البالون دور، ان بعد ما كانوا 170 صحفي هيبقوا 100 بس، 100 صحفي من كل دوله، هم كلهم بيبقوا من جنسيه اول 100 دوله في تصنيف الفيفا، هيتم اختيار اول 100 دوله في تصنيف الفيفا. طب احنا موجودين، احنا موجودين، هيكون عندنا صحفي طبعا. الدكتوره ايناس مظهر هي اللي بتصوت من مصر عن البالون دور، والحقيقه دايما صوتها بيكون مميز وبيكون اختياراته منطقيه، وهي برضو من الداعمين لمحمد صلاح اكيد. لكن انا بتكلم عن بقيه دول العالم اللي مثلا في اختيارات ال 170 دوله اللي فاتت، لقيت صحفي من ليخنشتاين مختار رحيم ستيرلينج في المركز الثاني، صحفي سريلانكا كان مدي الكسندر ارنولد احسن لاعب في العالم، وحاطط اوباميانج ثاني احسن لاعب السنه اللي فاتت بتاعت ميسي. ما دي كانت من فضايح التصويت، ان في دول بعيد وصحفيين يبدو ان هم مش متخصصين في الرياضه هم اللي كانوا بيصوتوا، فكانت نتائج التصويت غريبه. لكنهم مراسلي فرانس فوتبول في الاماكن دي، مش كلهم معظم الصحفيين اللي كانوا بيشاركوا في التصويت السنين اللي فاتت هم مراسلين لفرانس فوتبول في بلادهم. فاذا يعني هوى الفرنس فوتبول بدون حتى طلب مباشر، صعب جدا ان حد يطلب من صحفي يقول له صوت لفلان وما تصوتش لفلان، لكن انت بتكون قارئ للاحداث. احنا معانا بعض الصور بتوضح لك اسامي المصوتين السنه اللي فاتت، ممكن نشوفهم بسرعه كده. دول طبعا بدون يعني قراءه اسماء دي، كل الصحفيين واختياراتهم دي بتنشر، نشوف الصور اللي بعدها تباعا. دي نرجع معلش على الصفحه اللي قبل دي، اوكي، دي طبعا كان في صوت دكتوره ايناس مظهر تحت اهو في ثاني صف على الشمال. اختارت طبعا كان صلاح، واختارت بنزيما، ميسي، ليفاندوفسكي، الاخير مش باين، كانتي، جولو كانتي، ده كان تصويت على السنه اللي فاتت. نكمل، دي اسامي كل المصوتين اللي صوتوا السنه اللي فاتت. طبعا كان في اختيارات غريبه جدا، السنه دي الموضوع هيتحول، هيبقى افضل زي ما قلنا 100. من 100. المشكله بس الوحيده
ان هؤلاء الصحفيين ممكن يخضعوا لاهواء فرنسا فوتبول في التصويت، هو ده الخطر. محمد صلاح عنده المشكله الاولى، بنزيما المشكله الثانيه عدم تجديد عقده مع ليفربول لحد دلوقتي خلى الى حد ما الصحافه الانجليزيه تتخلى عن دعمه، فاصبح غير مدعوم من صحف انجلترا، من صحف فرنسا اللي بتدعم بنزيما، من صحف اسبانيا اللي بتدعم بنزيما عشان بيلعب في الريال، ورفعت الميديا الانجليزيه كمان دعمها عنه لانه ممكن ما يكونش لاعب. طب انا في حاجات في فريق حالا اهو ممكن تبقى ساذجه بس نرد عليها. ماذا لو انتقل محمد صلاح بعد شهرين لباريس سان جيرمان؟ السنه دي صعب انك في يوم تلاقي الدنيا اتظبطت، بس من السنه اللي جايه يعني ممكن نتراهن اهو بعد سنه من النهارده لو راح باريس سان جيرمان هتلاقي كل الميديا الفرنسيه بتدعمه حتى لو عمل موسم اقل من السنه دي. يعني انتقال محمد صلاح لباريس سان جيرمان او لبرشلونه. اوكي، بس باريس الاول بيبان من ده يعني في الشكل الطبيعي لا، لكن باللي شفناه انا وانت السنه اللي فاتت مع ميسي وبدأ اللي انت شرحته بيقول انه باريس خطوه البالون دور. مؤكد اكيد كان انت فاكر بعد الحفله ما خلصت ناصر الخليفي طلع وقال انه احنا بنقول للاعبتنا، كان طبعا يقصد امبابي يعني، انه اللعيبه اللي هنا في باريس تقدر تاخد جوائز فرديه. ها كده يعني والجوائز فرديه في باريس يعني بالون دور غير ذا بيس طبعا نظام التصويت مختلف والسيستم مختلف. حتى بالمناسبه عشان نكون قفلنا هذا الفايل، ان جائزه البالون دور هتعلن في اكتوبر قبل كاس العالم بناء على موسم اللي هو من اغسطس ليوليو، على عكس ما كان بيحصل السنين اللي فاتت كانت من يناير لديسمبر. صحيح. سنه ميلاديه دلوقتي موسم زي الفيفا، لكن غالبا جائزه الفيفا هتكون بعد كاس العالم. ده اخر سؤال لينا في القصه دي، انت كصوت مصر في الفيفا هل تم ابلاغك ان التصويت هيكون بعد كاس العالم ولا قبل كاس العالم؟ لا لم يعلن رسمي لحد دلوقتي، بس بما ان كاس العالم جزء من بعد كاس العالم طبعا جزء من الفيفا. طيب. ان كان الفيفا غالبا هيكون بعد كاس العالم. تاخد نفسك بقى لانه لما نرجع من الفصل هنشرح قرعه دوري ابطال اوروبا اللي محدش فاهم ايه الجديد اللي هيحصل. عايز فنجان قهوه وايه فنجانين ثلاثه.